يا حلوين، فيديو النهارده هيكون فيديو مقارنه بين كل انواع السيرمز اللي انا جربتها وبحبها الفتره الاخيره. طبعا انا كنت عامله فيديو زمان مقارنه برضو بين كل انواع السيرمز، هدور عليه واجيبه لكم. بس هو في بلاي ليست كامله على القناه اسمها فيديوهات خاصه بالشعر، ادخلوا عليها هتلاقوا كل الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها عن الشعر والعنايه بالشعر، هتلاقوا موجود فيها الفيديوهات دي. هحط لكم اللينك برضو بتاع الفيديو وبتاع السيرمز عشان يبقى سهل عليكم ان انتوا تلاقوه. بس هو كان مثلا من سنتين ولا حاجه، كان في انواع تانية خالص غير اللي انا هتكلم عنها. فانا هكلمكم عن الحاجات اللي انا جربتها الفتره الاخيره، ايه اللي حبيته ايه اللي ما حبيتوش وايه اللي نص ونص. بس قبل ما تبتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه، وكمان فولو مي على انستجرام تيك توك وفيسبوك، بسيب اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. مش تعملوا لي سبسكرايب للقناه الثانيه، بسيب برضو اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس. نبتدي الفيديو. بس حابه اتكلم معاكم في حاجه صغيره عشان بيجي لي تعليقات سخيفه الفتره الاخيره دي على فيديوهات قديمه اصلا، بس ما اعرفش ليه بيجي لي النوتيفيكيشن بتاعها فبتضايقني. فحابه ان انا اكلمكم عن بس النقطه دي واقول لكم وجهه نظري، علشان مش حابه ادخل في سجال مع حد ما يعني ما انا معرفوش وملوش لازمه، وانا في النهايه بعمل بلوك. يعني انتوا لو رحتوا على الفيديوهات دي انا كده كده بعمل بلوك للناس دي. حابه اكلمكم في الموضوع ده، فهسيب لكم الدقيقه اللي هيبدا منها الفيديو لو انتوا مش حابين تسمعوا. الظريفه بتستظرف، بييجوا على فيديوهات يشتموا. يعني انا بالنسبه لي دي شتيمه، لو انت شايفها حاجه محترمه انت بقى دي تربيتك ودي يعني بيئتك اللي انت تربيت فيها، وشايف ان ده طبيعي وده عادي ان احنا نكلم بعض كده. بس لما حد يدخلي على فيديو يقول لي يا متبرجه، فانت كده بتشتمني، ده كده مش دين، دي مش نصيحه، دي قله ادب. حضرتك قليل الادب. ايوه حضرتك قليل الادب، ف وما تربتش كمان، يعني قليل الادب وقليل التربيه، فده ما يصحش وما تربيناش على كده. وما بتدخلش عند الناس نكتب عندها كده لو انت حضرتك غيور على دينك وخايف على دينك. والغريب انه راجل، يعني غريب انه استاذ ابراهيم كان راجل داخل على فيديو للشعر برضو يقول لي حضرتك متبرجه وما ينفعش تبرج. طب حضرتك داخل ليه على الفيديو اصلا؟ يعني حضرتك اليوتيوب بالذات هو المنصه الوحيده، يعني انا ممكن اتقبل ده على التيك توك مثلا. يعني التيك توك انت بتفتحيه ما بتبقيش عارفه ايه الفيديو اللي هيجي لك، ممكن تلاقي فيديو سياسي، بعد كده فيديو فني، بعد كده فيديو رياضي، على حسب بقى المكان اللي انت عايشه فيه وايه الترند الفتره دي. انما اليوتيوب انت بتختاري الناس اللي بتتابعيهم، وانت بيطلع لك الثام نيل في البدايه اد كده، وانت اللي بتدوسي على الفيديو اللي انت تتابعيه. فحضرتك داخل عارف كويس جدا ان انت هتدخل تلاقي واحده متبرجه جوه، فبتدخل عندها وتبتدي تضايقها، واصلا الفيديو ما فيهوش حاجه مفيده ليك خالص ان انت تكتب عن عندها يعني كومنت زي ده. وبعدين الاقي ناس رد عليه مأيداه في كلام من الستات، فيعني ده شيء غريب جدا بالنسبه لي. ويعني فكره التأييد بقى دي كمان اللي بقت يعني اغرب واغرب، ان احنا البجاحه وقله الادب وقله التربيه ان احنا نلاقي عليها تأييد. ده مش دين، انا يعني ما اعرفش دين من الاديان كلها بيتكلم عن ان احنا ندخل نشتم الناس وكمان يدخلوا يردوا يقولوا انت ما قلتش حاجه غلط. امال الغلط بيبقى شكله عامل ازاي لما هو ما قالش حاجه غلط؟ ما اعرفش بصراحه فكره ان احنا ندخل نشتم الناس وندخل نقل ادبنا على الناس تحت سقف الدين علشان نتدارى بيه، علشان نعمل اللي احنا عايزينه ونقل ادبنا على الناس. انا اعرف ان الدين المعامله، يعني او الدين ان انت المفروض من سلم الناس من لسانه ويده، ده الاسلام، ده المفروض انت. فاحنا ما سلمناش من لسانك خالص على فكره، يعني لسانك قد كده عايز يتقص. اوكي، وعيب قوي كمان يعني لما يبقى راجل وداخل يتكلم في حاجات ما تخصوش خالص. يعني ما اعرفش الرجاله حالهم نزل كده ليه، مال قوي زياده عن اللزوم. يعني لما يبقى راجل داخل يقول لي حواجبك وشعرك، انت مالك؟ انت مالك بجد؟ 98% من اللي بيتفرجوا على القناه دي ستات، انت داخل وسط كل الستات دي تعمل ايه؟ انت راجل فاضي، انت وراكش شغلانه اصلا. يعني انت لو راجل مشغول ومسؤول ما كنتش عملت كده اساسا. ليه المؤيدات بقى ليه من الستات؟ حضرتك ما تعرفيش برضو حاجه عن دينك خالص، عشان انت يعني لما تدخلي تضايقي الناس وتقولي اصلا انا بنصحهم، لا دي مش نصيحه، النصيحه ليها اداب، والمفروض ان انت تبقي عارفه الشخص اللي انت بتنصحيه الاول. يعني انت ما تعرفينيش، انت بتشوفيني عن طريق شاشه، او ممكن تكوني قاعده في امريكا وشايفاني اصلا، فانت ما تعرفيش حاجه عني خالص غير ان انت بتطلعي تشوفيني 10 20 دقيقة 30 دقيقة وبس، هو ده كل اللي تعرفيه عني، ما تعرفيش أي حاجة تانية عني. فحضرتك ما تقوليش لا هو صح عشان بينصحك، لا هو مش صح. بينصح الناس بيكون بني آدم مهذب، بينصحهم بطريقة كويسة على الخاص مش على العام، لأن معرفش يعني لو أنتوا عارفين ولا لأ، بس الحاجات دي ما بتقولوهاش دايما، إنه النصيحة في العلن فضيحة، ولا دي ما خدتوهاش قبل كده، ولا بننقي من الدين الكلام اللي يناسبنا بس، او اللي يضايق بيه غيرنا على اساس ان هو دين اصلا، وهو مش دين ولا حاجه. من فضلكم انا ما بضايقش حد، وما بروحش اقول لحد انت بتعمل حاجه صح او غلط او حلال او حرام، ف
فدي حاجه تخصه. بالنسبه واخر نقطه حابه برضه اتكلم فيها عشان الناس ما تقعدش تزيط عليها، انه ايه، ما انت اللي فاتحه، انت بتعملي فيديوهات وفاتحه الكومنتس، فاحنا من حقنا ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه ونقول راينا، ما انت اللي فاتحه حياتك على العالم، فانا من حقي بقى ادخل اتكلم زي ما انا عايز. ده طبعا ايه، انا هعتبر ان كلامك ده صح، مع ان انا مش فاتحه لك حياتي ولا حاجه، ومش فاتحه لك حياتي الخاصه. يعني حضرتك لما تيجي تدخلي تكلميني في حجاب او تدخلي تكلميني في لبسي، انا ما بعرضلكيش لبس وما بتكلمش معاكي في الدين، يعني مش طالعه افسر لك مثلا حاجه او اعمل لك حاجه، انا طالعه بتكلم عن الهير كير، عن الميك اب، عن السكين كير. فلو عندك اي حاجه في الحاجات دي اوكي، وبسيب الكومنتس على فكره حتى لو هي مخالفه رايي، وبعمل لها لايك كمان. بس ان انت تكلميني في حاجه انا ما بعملش عنها كونتنت اصلا، فده شيء غير مقبول بالنسبه لي خالص. اما بقى لو انا مشيت معاكي في نفس وجهه نظرك اللي انت شايفه ان انت بدل ما انا طالعه بعمل فيديو، فانت من حقك تنهشي او تقطعي فيا زي ما انت عايزه، علشان خاطر بس لمجرد ان انا بطلع اعمل فيديو بابليك او عندي عدد من السبسكرايبرز، في كل واحد بقى يلا زيطه يقول رايه زي ما هو عايز، فاوكي انا همشي معاكي في نفس الفكره دي للنهايه، وهقول لك اوكي. ما انت كمان اوكي، انت كمان عامله كومنت بابليك صح ولا لا؟ مش الكومنت ده بابليك، واي حد من حقه ان هو يدخل يشتمك ويقل ادبه عليكي. تمام، انا عامله الفيديو بتاعي بابليك والناس كلها تقدر ان هي تخش عليه، وانت كمان عامله الكومنت بتاعك بابليك، فاحنا كمان نقدر ندخل نشتمك، نقدر ندخل نهينك، نقدر ندخل نهينك ونهين اهلك لو انت حاطه الصوره بتاعتك بنفس بقى المنطق. ما هو كل واحد ما هيغابه بقى خلاص يعني، فكل واحد بقى يعمل اللي هو عايز يعمله. تمام، انا بقى ممكن اصحى من النوم مزاجي ان انا اعمل لك بلوك، او مزاجي ان انا اهزقك وبعدين اعمل لك بلوك، او مزاجي ان انا خلاص مش هرد عليك النهارده. انا مزاجي بقى على حسب مزاجي، ما انت كمان عامله كومنت بابليك، فما تزعليش من اللي بيردوا عليكي ما دام انت بتقولي انا بديكي نصيحه عايزه تقبليها او ما تقبليهاش، فتمام برضو استحملي بقى اللي هيجيلك من ورا النصيحه دي، واعتبريه خلاص انت عملتي حاجه لله بقى، ما دام انت يعني جميله قوي وبجناحات، فاستحملي الشياطين بقى اللي هو احنا، وما تزعليش منهم لان ده الطبيعي ان انت المفروض تستحمليهم. على فكره في الفيديو عشان رغينا كتير قوي، وهكلمكم النهارده عن كل السيرمز اللي انا جربتها، وايه افضل الانواع اللي انا جربتها، وايه الحاجات اللي نص ونص. حاول ابتدي لكم باكتر الحاجات اللي ما عجبتنيش او من الاقل، بس مش من يعني مش ده مثلا رقم 10، لا يعني هو ممكن يبقى 9 10، يعني هم الحاجات اللي ما عجبتنيش مع بعض والحاجات اللي عجبتني كلها مع بعض، مش هنمشيها بالترتيب اللي هو 10 9 8 7، لا مش كده، بس اقصد يعني ده من الحاجات اللي ما عجبتنيش والحاجات اللي مش هكررها تاني. هو ده من كي 18 الهير اويل، في ناس عجبها على فكره وفي ناس بتقول ان هو حلو، بس انا حاسه ان هو ما بيعملش اي حاجه خالص. ده المفروض ان هو هير اويل، هو خفيف مش تقيل، ودي ميزه حلوه، بس ريحته وحشه بالنسبه لي، فمش عاجبني ان انا استخدم حاجه لشعري تكون ريحتها وحشه، ومش بحس ان هو بيقلل الهيشان، بيساعدني في تسريح الشعر. في سيرمز كده ما بستخدمها بحس ان الفرشه يعني الشعر بيتسرح بسهوله، فمش بحس ان هو حاجه واو او حاجه فرقت خالص. ممكن يكون بيساعد الكيئتين اللي هو الليف ان، ان هو يعني يحسن من الشعرايه او يعالج الشعر الجاف جامد وكده، بس انا بصراحه يعني لا، شايفه ان انا لو هرجع اجيب مثلا هرجع اجيب الليف ان، انا عاجبني الليف ان اكتر، فده كويس ان انا جبت منه الحجم الصغير ده، كان 10 مللي، فلما يخلص مش هرجع اكرره تاني لانه ما حسيتش ان في حاجه زياده خالص. بحب السيرم يبقى بيسهل كده تسريح الشعر شويه، بيرطب الشعر حاجه بسيطه، مع ان مش وظيفه السيرم على فكره ان هو يرطب الشعر. انت لو مرطبه شعرك بحمام الكريم والليف ان هتلاقي السيرم بيديكي نتيجه احلى معاهم، بس حتى ايفن وانا مرطبه شعري وعامله حمام كريم كويس وكده، ما بحسش ان ده بيديني حاجه زياده خالص، يعني اقل حاجه ساعدني في تسريح شعري، فمش بحس ان هو بيعمل الحاجه دي خالص. كده نيجي للهير اويل، ده برده من براند اسمها فيبلان مين، ده الحجم الصغير وده الحجم الكبير. الحجم الكبير على فكره انا علشان هو انا جربت الحجم الصغير وحسيتش ان هو ماشي مع شعري بصراحه، وعشان جربت الحجم الصغير، الحجم الصغير على فكره 15 مللي، دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، فانا هسيب الحجم الكبير ده، هو يعني مقفول خالص انا ما فتحتوش، وكان اصلا جاي لي هديه من سيفورا يعني، ف هسيبه مع الحاجات اللي انا مجمعها لكم عشان نعمل بيها جيف اواي، علشان حد تاني يجربه ويقول لنا بقى في رايه ايه يعني. بس هو ده عموما بيبقى الشكل الكبير بتاعه، انا جربت الحجم الصغير وهو مكتوب عليه ان هو يستخدم للشعر يكون مندي، يعني انت خلصتي الشاور حطيتي اللي هي الفوطه المايكرو فايبر، نزلتي الميه من شعرك وبعد كده تبتدي تستخدمي. انا صراحه ما بحبش الطريقه دي، بحب ان انا استخدم ليف ان، وجربته على الشعر وهو ناشف زي كده، بيبهدل الشعر كانك حطيتي زيت جرجير او زيت خروع على شعرك بقى نفسه، فالشعر ما بيتسرحش من بعضه بيبقى ملزق، وانا شعري اصلا خفيف،
فاي زيت تقيل على الشعرايه بيتقله زياده ما بيبقاش حلو معاه خالص. فانا بالنسبه لي هخلصه برضو ومش هرجع اجربه تاني، لان انا بحب الليف ان اكتر، بحب الكريمات اكتر على الشعر وهو مبلول، ما بحبش الزيوت على الشعر وهو مبلول. بعد كده نيجي للاكمي، والاكمي كان عندها سيرم انا كنت بحبه قوي بس للاسف ما عدتش لاقياه، بس كنت برضو جايبه منهم الموف ده عشان اجربه. الموف ده فكرته، هو مش عارفه هينزل ولا لا، هو خلصان. هو فكرته ان هو عامل شبه الجل شويه، بس الجل في هيئه سيرم، فتحسه ان هو ايه يعني بيوقف الشعر بينشفه شويه بس مش قوي زي الجل، زي الجل بتاع الولاد يعني. فهو ينفع قوي للشعر الكيرلي، للشعر لو انت عايزه تعمليه ستايل وتوقفيه على شكله، مش الشعر الليس او الشعر اللي معمول له سشوار بيبي ليس مكوه حراره اي حاجه من الحاجات دي. لا، لو انت من الناس اللي هو بقى بتحب تعمل اللي هو السكرانشز والحاجات دي، معرفش انا ماليش في الشعر الكيرلي قوي، انا بحب الشعر يبقى ليس اكتر، ده بالنسبه لي بيسهل لي حاجات كتير. فهو لو انت عايزه حاجه على بسيط يعني حاجه تعمل هولد كده للكيرلز على بسيط، ده حلو. بس انا معرفش هو لسه بيتباع ولا لا، انا كنت جايباه من سمير ويليام من مثلا 3 سنين ولا حاجه كده. في السيرم ده من فاتيكا، والسيرم ده برضو تقريبا من نفس المده بتاعت لاكمي. انا كنت جايباهم مع بعض عشان كنت اجرب الحاجه واقول لكم رايي فيها، بس قعدوا عندي كتير قوي يعني. الحاجات اللي انا جبتها خلصتها ودول اللي فضلوا لان ما كنتش بحبهم. ده من فاتيكا اللي هو اسمه ثيرمال بروتكت، ده المفروض ان هو بيحمي الشعر من الحراره. ده شكله، انا جربته في الحمايه من الشعر من الحراره، هو سيرم تقيل، فما تيجي تحطي منه كتير قوي عشان تغطي بيه كل الشعرايه هيتقلك شعرك وهيخلي الشعر ملزق وشكله حلو، فما كنتش بعتمد عليه ان هو سيرم من الحراره. هو حلو كاستخدام يعني لوحده تاني، ان انت تستخدميه بقى تسرحي بيه شعرك، وبرده مش واو، بس كان عشان فاتيكا وعشان السعر بتاعه كان حلو، كان ب 70 جنيه تقريبا ايامها يعني، فمش عارفه ممكن دلوقتي مثلا يبقى ب 100 120 حاجه زي كده، مش عارفه بصراحه. هو 50 مللي برده كان يعني مثلا اديله 6 من 10 7 من 10، مش واو يعني، ما ارجعش اجيب منه تاني. وفي نفس الوقت ما هوش الاستخدام اللي معمول عشانه ان هو يعني الثيرمال بروتكت، او ان انا جايباه عشان يحمي لي الشعر من الحراره، لا انا بحب السبراي في حمايه الشعر من الحراره، فما عجبنيش. وما فيهوش برده ميزه ان انت مثلا تحطيه فيسهل لك تسريح شعرك او يهدي الهيشان شويه او كده، لا مش اي حاجه من الحاجات دي خالص. ده احنا في الحاجات اللي هي ايه يعني لسه برضو ايه مش هرجع اشتريها تاني لما تخلص. منهم برضو جيزو، وجيزو ده الشكل بتاعه، دي برضو براند غاليه شويه، او في سيفورا يعني تعتبر من الهاي اند هير كير برودكتس. دي الهير اويل او اسمه هاني انفيوزد هير اويل، هو تقيل شويه يعني زيت تقيل شويه، عارفين الدراي اويل بتاع نوكس ده اتقل منه شويه، كان لذيذ وريحته حلوه، ريحته جميله جدا. والحجم بتاعه الصغير ده كان 20 مللي، بس هو الحجم الصغير ده 20 مللي كان ب 110 درهم، باين 120 درهم، فاللي هو يعني الحجم الصغنن ده ب 1000 جنيه، اكتر من 1000 جنيه. فهل هو يستاهل السعر ده؟ لا، هو لو مثلا جاي في سيت من سيفورا زي السيتس اللي سيفورا بتعملها، ان هو مثلا بيبقى فيه روج وفيه بيوتي بلندر وفيه الزيت ده اللي هي عارفين السيفورا فيفوريتس والكلام ده، اوكي ماشي ممكن اجيب لو الحاجات التانيه عجباني، بس ان انا ارجع اشتريه هو تاني لا، ما حسيتش ان هو بيعمل حاجه واو خالص يعني، ما حسيتش انه على السعر وعلى الضجه اللي كانت معموله عليه وان هو واو وتحفه والهاني انفيوزد هير اويل بقى وبتاع، حسيت ان انا هلاقي حاجه يعني جامده جدا. هو مش عايزه الناس تفهم ان هو مش حلو، علشان يعني لو انت معاكي فلوسه وحابه تدلعي نفسك، وانا بحب استخدم يعني، في ناس تقولك انا ما بحبش استخدم غير الحاجات الهاي اند، انا بحب ادفع فلوس في حاجه انا عارفه المصدر بتاع البرودكت بتاع الانجريدينتس بتاعتها، عارفه بيستخدموا حاجات معينه، بتبقى حاجات كده اللي هي يعني حتى ايفن المصادر بتاعه الانجريدينت بتبقى لوكجيريوس كده شويه وبليفل تاني، عجبهم التجربه دي جدا، فهم حرين يعني. زي برضو في الميك اب، في ناس تقول لك انا ما بستخدمش غير حاجات الهاي اند، ما احطش على وشي حاجه دراج ستور، فهو مش وحش، بس انا بتكلم كقيمه مقابل سعر بالنسبه لي انا لا مش الواو. ولو انت هتحوشي عشان تجيبيه فانت مش هتلاقي حاجه خالص هتعجبك يعني، مش حاجه فايتاكي خالص، لان في سيرمز تانية احلى منه بكتير. ده كده نيجي بقى على الحاجات الحلوه اللي انا جربتها، اللي هو هنبتدي بقى نعلى شويه. هو ده من فيفلين اسمه انتي فريز، وبرده يستخدم كواقي من الحراره اعتقد يعني، مكتوب عليه كده ولا ايه ولا لا مش عارفة بصراحة، يستخدم كواقي من الحرارة ولا لا، بس عموما انا برضو يعني لو هو بيستخدم كواقي من الحرارة لا انا ما بستخدموش، وما بحبش خالص فكرة السيرم كواقي من الحرارة، وقلت لكم قبل كده في فيديو تاني ليه هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس.
بس عموما كسيرم ريحته حلوة، السيرم نفسه حلو بيساعد في تسريح الشعر جدا، فمن الحاجات الحلوة اللي تعتبر بديلة ليه. يعني انا بحب بتاع لوريال ده قوي، اللي هو لوريال اكسترا اورديناري، اللي هو ده شكله، وهحط لكم الصوره بتاعت الحجم الكبير، بس انا ما عنديش، انا كنت جبت الحجم الصغير ده قبل كده عشان السفر وكده. فده يعتبر بديل قريب قوي ليه، لو انتوا بتحبوا السيرم ده وعايزين بديل ليه، هو ده قريب منه قوي، اللي هو كمان غطاء اصفر تقيل كده شويه، يعني متوسط في الفيسكوستي بتاعته، ومش بيلزق الشعر قوي، بامب منه بتكفي، بيساعد في تسريح الشعر، لذيذ فعلا، بيقلل الهيشان. لوريال انا بالنسبه لي يعني لوريال كان يعني من الحاجات الحلوه قوي اللي انا استخدمتها، اللي هو لوريال اكسترا اورديناري. انت جايبه الحجم الصغير ده 50 مللي، انا مش عارفه امال الحجم الكبير كام، 30؟ الحجم الكبير 100، مش عارفه، بس العلبه بتبقى ازاز تقيله، والغطا برضو بتاعها بيبقى اصفر بس ببامب في نفس الشكل ده، وفي برضه لوريال اكسترا اورديناري بس الغطا بتاعها بيبقى لونه احمر. انا بحب اللي لونه احمر ده احلى منه بكتير، خفيف قوي. عارفين بقى السيرم اللي هو اللذيذ بتاع الشعر الخفيف ده، ما بيتقلش الشعر ابدا، خفيف جدا، بس للاسف مش بلاقيه كتير، بلاقي يا اما الاصفر يا اما البني، والبني انا عمري ما جربته بصراحه، واسمع ان في ناس بتقول عليه انه تقيل، سيرم تقيل للشعر، بس انا لو يعني على بين يعني ما لقيتش الاحمر كنت بجيب الاصفر، فالاصفر بالنسبه لي كان حلو جدا، خفيف، ريحته حلوه، كان بيساعد في تسريح الشعر، بيساعد في تقليل الهيشان شويه، فحلو قوي. وحلو قوي كمان ان هم كانوا عاملين منه العبوه البلاستيك دي، كان كارفور منزلها كده عرض، يعني مش فاكره كانت ب 30 درهم ولا بكام، بس كارفور كده اللي هنا في الامارات يجي فتره كده من الفترات، ويروح عامل الحته بتاعت العروض دي كلها، اللي هي اول ما بتخشوا كارفور يروح عاملها كلها سكين كير وهير كير وحاجات كده، اللي هو جارنييه ولوريال وبونس والحاجات اللي هي بتتباع في السوبر ماركت يعني، فبيبقى فيها عروض احيانا حلوه، بيبقى كمان الصبغات مع بعض الاثنين مع بعض وكده، فكنت ساعات ببص دايما عليها، يعني كنت بحب ابص، فلقيت دي وجبتها، قلت عشان تنفعني في السفر، عشان العلبه الثانيه صراحه تقيله فعلا وممكن تتكسر منك لانها ازاز. دي بقى للتوب 2 بالنسبه لي، واحلى اتنين، اللي هو كل ما يخلصوا ممكن ارجع اشتريهم، ما عنديش مشكله خالص، ممكن نقفل ملفات السيرم كلها وخلاص، انا هستخدم دول بس، اللي هو ده من كارسل وده من فينو. الاثنين حلوين، بس لو هختار توب 1 بالنسبه لي هيبقى فينو. فخلينا نتكلم الاول على كارسل. كارسل بصوا انا لسه جايباه من قريب على فكره، لسه عامله الريفيو بتاعه من قريب، ريحته حلوه قوي، ريحته خوخ، وبيسهل تسريح الشعر. هو ده اسنس اويل مش سيرم برده، بس هو يستخدم في الاثنين، يعني ممكن تستخدميه على الشعر وهو مبلول اللي هو يعني الندي، وممكن تستخدميه على الشعر وهو ناشف زي دلوقتي، انا ده اللي انا مستخدمه على الشعر دلوقتي، بيساعد جدا في تسريح الشعر، ريحته حلوه، بيفضل ريحته موجوده في الشعر شويه، فلذيذ قوي بالنسبه لي، وبحس ان هو يعني بيديكي فرصه ان انت تبني، او يعني خدت بامب سرحت شعري حسيت ان شعري لسه محتاج فهاخد تاني، انما في حاجات تانية بحس ان هي يعني ما ينفعش منها غير نص بامبايه، زي مثلا النص بامبايه حلو. ده برده مصنف ان هو هير اويل، بس هو ملمسه ملمس السيرم جدا، يعني ده ملمسه تحسيه اويل على سيرم كده شويه، ده ملمسه سيليكوني زي السيرم. فينو ده الشكل بتاع العلبه بتاعته، كميته كبيره اكبر من ده بكتير، ده 75 مللي على السعر، تقريبا السعر متقارب بينه وبين كارسل، فانا شايفه ان ده على السعر وعلى الكميه فهو احسن من بتاع كارسل، بس ده بالنسبه لي انا الفتره دي احلى سيرم انا جربته، خطير، تحفه، ريحته حلوه، ملمسه سيليكوني كده زي ما قلت لكم، فبيساعد جدا في تسريح الشعر. البامب بتاعته كبيره، وده العيب يعني الوحيد بتاعه، ان انت لما تضغطي هتاخدي بامب كبيره قوي، فعايز شعري يكون كثيف، يا اما لو شعرك زي شعري كده خدي نص بامبايه فهتبقى بالنسبه لك يعني البرفكت، ما بحبش اخد منها كلها لان بحس ان هو عندي كتير في ايدي هوزعه فين، ف يعني احس انه بيتقل شعري، وانا باخد منه نص بامب هيقعد معايا كتير جدا، فده بالنسبه لي اللي يكسب المره دي. بس كده حلوين، دي كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه، لو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك الفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب للقناه وسبسكرايب للقناه الثانيه عشان بنزل عليها فيديو كل اثنين وخميس، وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.